اللي قتلوا عريف اول من الحرس الوطني، ويعرفوا هذا جارنا اللي احنا جيران جار المركز، يعرفوا معرفه جيده، وقالوا يا مجدي اجا، قالوا يا نصر اني مروح لدارنا، قالوا اجا يا مجدي. هو جاء، هو اللي اطلق عليه النار وارداه قتيلا قدام الناس الكل في الشارع. وزيد الشهود شهدوا ضده كونه هو قاتل، جبنا الشهود. نعم القتل عمد مع سابقية الاضمار، لانه قالوا اجي يا مجي واضمر للعمنة. الشهود شافوه بالكافيه هذه، وكذلك عملوا له تحليل اختبار للمسدس نتاعو، القول الخرطوشه خرجت من المسدس نتاعو، هي يعني مطابقه للواحد. اليوم نوصل القضيه نتاعو، هو حكموا عليه في المحكمه الابتدائيه العسكريه ب 20 سنه، وهذا ما هوش حكم، لانه الحكم طبق الفصل 205 لا يمكن ان يكون اقل من مدى الحياه على الاقل. الفصل 205 ايش يقول لك؟ ما قاتل نفسه متعمدا فله الفصل 5 يقول لك على اقل شيء مدى الحياه. ولي محكمه اللي ب 20 سنه، وانا الفصل اعتمدوهم، ما اعتمدوا حتى على شيء. هذه محكمه املاءات، احنا استينفنا وان شاء الله الاستئناف يحل. ولا ما عندناش، ما عادش عندنا من المحاكم العسكريه، ما عادش عندنا فيها ثقه بصدق، ما عندنا محكمه امنيات، وما مش محكمه محكمه اوامر ينفذوا في اوامر. قناص من الجيش يقتل عون سجون في مكان العمل نتاعو ومنزوع السلاح، يطلق عليه النار ببندقيه قنص. قضيه الشهيد الشهيد كرم، يعقل باش يحكم عليه 5 سنين؟ هذا معقول؟ ولو الاخر العقيد من الجيش يعديها له جنحة كيف قاتل واحد عاون سجون من عيان درهم، يقول هذا ماهوش معقول. احنا طالبين بمحاكم تنصف الجميع، تنصف الجميع، تعطي لكل ذي حق حقه. هذا مش محاكم ما يعطيش كل ذي حق حقه، هذا محاكم اوامر ينفذوا في التعليمات وكفى. ترحموا على زميلكم. محرها. كل العسكريين الذين اقترفوا جرائم القتل للمواطنين التونسيين ما زالوا بحال سراح، وما زالوا يتمتعوا بالشهريات نتاعهم وياكلوا في الحوت ومتمتعين وما على بالهم حتى بشيء، لان هنالك تعليمات اعطيت بعدم ايقافهم مثل اعوان الامن، على غير اعوان الامن. يعني تو احنا هنا ولوا عندنا زوز دول، دوله تابعه العسكر ودوله تابعه حزب تابع النهضه، فهمتني؟ اللي مستغربينه أن المتهم هذايا أحيل على الفصل 205، الذي يقول الفصل هذايا القتل العمد، وكل من يرتكب جريمة القتل العمد يحال على الفصل 205، والفصل 205 يقضي بعقوبة بقية الحياة أي مؤبد بالسجن. لكن هو تحكم 5 سنين، تحكم 5 سنين حكم رمزي، ومازال بحال سراح، مازال بحال سراح. وقابلت أنا رئيس المحكمة الهادي العياري وجابهته وقلت وانت ترقد النوم، انت ما قال لي ما ترقدش النوم، قلت صحيح ما ترقدش النوم على خاطر لم تحكم بالعدل. قال لي انا مانيش وحدي نحكم، راه يجيني تعليمات ما علي نطبس راسي. وهذا الكلام هذا اوقع بحضور وكيل الجمهوريه التابع للجيش داخل المحكمه العسكريه. انا نعمل نقيب بالامن الوطني، وعملت ثلث الفتره نتاع الاضطرابات وخلصت التريد نتاعي في اخر 2011. القناص هم من الجيش التونسي نظرا للتعليمات اللي جانا اثناء العمل نتاعنا من العمليات المركزيه بوزاره الداخليه، تفيد ان هنالك قناصه تابع بسيارات بزي مدني حاملين اسلحه، وفي سيارات تحمل ارقام سيارات كراء. وتم تكوين لجنه تتركب من 4 سيارات امن وطني، يراسها نقيب من الامام ونقيب في مؤخره الكوكبه، ويطاردوا في السيارات هذوما حتى لدخول العوينه. لكن كيفاش دخل العوينه؟ عرضتهم مجموعة كوكبة من العسكر وأطلقوا عليهم النار، قتلوا 3 منهم، صحبة النقيب هذا الرابع متاعهم، وتم اقتياد البقية إلى ثكنة العوينة بعد ما تحسن القناصة داخل الثكنة بالعوينة، وتم نزع سلاحهم وافتكاكهم وعبثوا بهم. هنالك حتى من هو متوفي قالوا له هذا النهار نستناو فيه، عندنا 23 سنة نستناو في النهار هذا، وراني نقولها قدام واحد ولا اخاف احدا، الموت مره واحده. هذه راهي محكمه هزليه، محكمه نتاع تعليمات، محكمه لا تفي بالحاجه، محكمه ماهيش باش تظهر حقوق الشهداء والجرحى، وهذه محكمه باش تقبر جميع قضايا القتل والجرح. نعطيك حاجه، القضايا ثم 321 شهيد وثم 2200 جريح،
ما ثماش 20 قضية منشورة لدى القضاء العسكري، لأن نعطيك علاش هما رجعوه المحكمة العسكرية، وهذا بمعنتها تعليمات الباجي قيد السبسي الله لا يرحم له والدين باش يقبروا القضية هذو، لأن الجيش متورط بنسبة 90%. الجيش عمل إلى جانب الأمن من أحداث سيدي بوزيد إلى يوم الناس هذا، يعملوا جنب لجنب. راهو الجيش مش بعيد على السلطة، الجيش في يد السلطة. رئيس القوات المسلحة هو زين العابدين بن علي، رئيس القوات الأمن الوطني هو زين العابدين بن علي، ما ثم حتى واحد، وحتى واحد ما كان يرفض. وهما عندهم تعليمات بضرب قوات الأمن، علاش بعد ما خرج الرئيس، احنا سمعنا بالأخبار متاعو العشرة متاع الصباح يوم الجمعة 14 جون في العشرة متاع الصباح، سمعنا بهروب الرئيس. سمعت أنا شخصيا كنت تعمل بالوزارة وسمعت بهروب الرئيس. جي رشيد عمار ماضي ساعة ونص لوزارة الداخلية، ليش؟ باش يتولى المهام الأمنية، المهام الأمنية اللي كانت وراء الجمهورية، باش يدخل قوات الأمن، لأن الجي عرق في قوات الأمن، هو وقعت يعني انقلاب، نقولوا وقع انقلاب، لأنه عنده تعليمات باش ياخذ المهام الأمنية، لكن باش يجابه بالقوة المدنية الأمنية. بدا يعمل فيه معناتها احراجهم او ضربهم، وقع 13 عون امن موتى، وثم 60 مضروبين بالكرتوش، وهذوم القضايا نتاعهم ماهيش منشوره، ماهيش منشوره، لانهم عملوا فتنه. وسائل الاعلام سامحني عملت فتنه ما بين الامن ووزاره الداخليه والمواطن، حتى اصبح المواطن وقت يشوف عون امن كانه شاف شيطان رجيم، وهذا لتغطيه الجرائم. احنا لا نكيل اي مكيال لاي احد، لكن بان بالمكشوف هالمحكمه هذه تكيل بمكيالين. راويه البلومي زوجة الشهيد سفيان بن جماله. اليوم الوقفه الاحتجاجيه على خاطر الدوسيي التهمه اللي فيه تهمه القتل العمد مع سابقيه الاذمار، لكن القاتل متوجهه التهمه ضد مجهول، والمجهول معلوم، الأدلة الكل ثابتة عليه، الشهادات نتاع الشهودين في البلاصة هذاك، كل شيء موجود، طرقت كل البيبي. هذايا الوقفة هذايا خاطر الملف ماشي وياخذ منحة خطير، ماشي ويتسكر ضد مجهول، كيما قلت لك المجهول هذايا معلوم. نحنا توا نحبوا الملف ياخذ المنحة الصحيح، كشف ملابسات القضية، علاش موجود كل شيء فيه، وعلاش متوجه ضد مجهول. ونحب الإجابة على السؤال هذايا، بابا شكون قتل؟ إجابة لولدي هذاك الصغير.